مساكم الله بالخير. صديق كان يدرس في أمريكا سنة 82-83 حصلت له قصة عجيبة. يقول أول ما وصلنا المعهد اللي ندرس فيه اللغة وأخذنا جولة بالمعهد قالت لنا المديرة ما عندنا سكن داخلي، لكن احنا نتعاون مع عائلة عندهم أماكن مخصصة لسكن الطلبة، وإذا تحبون نوريكم إياهم ولكم الخيار. يقول رحنا عند العائلة هذه وكان رب الأسرة أو هم زوج وزوجته، الزوج كان كبير بالسن وجلف في التعامل، فيقول كان يتشرط ويقول اللي يدخل بعد الساعة 8 سكر عليه الباب وما بيزعاج، واللي يزعجني أقط أغراضه برا. يقول صاحبي أنا ما عجبني الأسلوب، والجناط كانت محطوطة عند الباب، أخذت جنطتي بهدوء وعلى أساس أني أرجعها السيارة. فقال له هذا الشايب وين؟ قال له أنا ماني ساكن عندك. قال ليش؟ قال له مو عاجبني بدون أي سبب، مو عاجبني أسلوبك ولا عاجبتني شروطك. فيقول قال له لا أنا استثنيك أنت بالذات من الشروط، تعال أنا أبيك أنت، أروح أعطيك الغرفة اللي بالزاوية هي أكبر وأنت مستثنى من الشروط بس تعال. يقول وصار يسحب ماسك الجنطة يبي يرجعها البيت، وأنا ماسك الجنطة بوديها السيارة ونشد وكذا. يقول أنا خليته يعني يتنازل أكثر عن شروطه، يقول قدم لي عروض أكثر، ويقول بيّنت أني أنا موافق على مضض. فسكت وشال الجنطة وصعدها ووصلها الغرفة، وفعلا كانت غرفتي مميزة عن الباجي. فيقول صرت أتعامل معاه يعني بفوقية، فكنت من هذا المنطلق أروح له كل يوم ويعني مو معطي وجه وخليه يعلمني بعض الكلمات، علمني معانيها لأني كنت أدرس لغة. يقول بعد 3 شهور تقريبا وأنا داخل البيت، مدخل البيت لغرفة على اليمين أو مكتب، يقول سمعت صوتي ناديني زيك يا فلان. يقول رجعت مرة ثانية والتفت على المكتب ولا ما في إلا صاحب البيت وزوجته. يقول قلت له منو صوته هذا؟ قال لي أنا. قال أتكلم عربي؟ قال له كويس كمان. يقول قلت له لا هذا الموضوع يبي له حكاية. سحبت الكرسي وقعدت عنده على المكتب، وزوجته كانت تسوي قهوة، قلت لها سوي لي قهوة معك. يقول قلت له شنو سالفتك؟ قال أنا ويا المدام كنا في السودان قبل 50 سنة. يقول ظلينا في السودان قرابة 30 أو 35 سنة. فقال صاحبي شو تسوون؟ قال له كنا نأدي رسالة. يقول صاحبي أنا فهمت الموضوع لكن حبيت أسوي نفسي مو فاهم عساس أحصل معلومات أكثر. قلت له شنو هالرسالة؟ يقول قال لي رسالة وأديناها كما ينبغي، وقال له عسى حققت أهدافها ووصلتوها. قال له هي ما تحقق أهدافها بيوم وليلة. قال له عيل متى تحقق؟ قال له ما ندري يعني يبي لها فترة زمنية تحقق. قال له ليش رجعتوا؟ لأنها فشلت؟ قال لا لأن في ناس تلموا بعدنا. يقول هذه الرسائل يتولونها ناس بعد ناس، وناس يسلمونها لناس، وإحنا سلمناها لناس بعدنا وأدينا مهمتنا ورجعنا أمريكا. قال له زين وين كانت رسالتكم؟ قال له في جنوب السودان. قال له ليش مو في الشمال؟ قال له الشمال حاولنا في البداية ما مشى الحال. ركزوا على هالنقطة برجع لها مرة ثانية. قال له زين شو نتج عن رسالتكم؟ قال نتج عنها أن خلقنا جيل طموح وعنده أهداف وسيحققها. قال له الجيل هذا يبي حرية ويبي يتمتع بخيرات وثروات بلده، ليش الخير كله في الجنوب والشمال يستفيدون منه؟ قال له بس انت ايش دخلك؟ قال احنا خلقنا لنساعد الدول الضعيفة والناس الضعفاء. قال له طيب شو نتج عن مساعدتكم؟ قال قلت لك احنا خلقنا جيل، والجيل هذا هو استلم الدفة وهو يقود السفينة الآن، وجيل من المواطنين المحليين. قال شلون مواطنين محليين؟ قال يعني دربنا ناس من أهل البلد ودعمناهم والآن أصبحوا زعماء. يقول ذكر لي 3 أسماء. يقول أسماء ما تذكرتها لكن رسخ في ذهني اسم واحد وكنت بالفعل أشوفها في نشرات الأخبار. يقول اسم هذا هو جون غارنغ، زعيم حركة تحرير جنوب السودان. جون غارنغ قاد نضال طويل أو كما صور بهذه الطريقة لتحرير جنوب السودان ذو الأغلبية المسيحية أو النصرانية. طبعا مات سنة 2005 طاحت في طيارة وفي أظن أوغندا، وخلف سلفا كير، واحد اسمه سلفا كير.
طبعا باختصار اللي حصل ان المجتمع الدولي ضغط على الرئيس السوداني وخلوه يسوي استفتاء لاجل انفصال جنوب السودان، واصبح رئيس عليها اليوم سلفاكير. سنة 82-83 قبلها تقريبا 15-20 سنة، يعني بالستينات او اواخر الستينات، كانوا الامريكان يشتغلون ببعثات التبشير او التنصير، وهذا الشخص اللي كان يحكي لصاحبي كان من ضمن هذه البعثات ويستلم الخط الديني. ومن خلال الحوار ذكر لصاحبي أن هناك أناس آخرين يتناولون الخط السياسي ويعملون معهم جنبا إلى جنب لتحقيق نفس الأهداف. طبعا شو اللي حصل؟ اللي قلت لكم نرجع له بعد شوي مرة ثانية. اللي حصل أنه بدوا في شمال السودان اللي فيه مسلمين وحاولوا تنصيرهم وفشلوا، ولقوا أن جنوب السودان وثنيين وسهل جدا تنصيرهم، فعملوا على تنصيرهم، واليوم جنوب السودان ذو أغلبية نصرانية. علموهم الغرب شلون يصنعون دولة ودعموهم، واليوم عندهم دولة اسمها جنوب السودان. شوفوا متى وضع هذا الهدف وش كثر عملوا على تحقيقه ومتى حققوه. هذه القصة حصلت لصديق مقرب لي شخصيا، وهو بنفسه يرويها لي وأسوقها لكم للتدليل على الأسلوب والأهداف اللي يعملون لها الغرب ويسعون لتحقيقها. فكم جمعية دعم الغرب في دولنا، وكم جهة وكم تيار وكم ناشط دعموه، والأهداف طبعا مو سواد عيونهم، ولا لتحقيق التنمية والرفعة والاستقرار لأوطاننا. هذا الكلام أوجهه بالذات للمنغرين والمنخدعين بالشعارات الغربية واللي يظنون أن الغرب يسعون إلى الخير.